ريم علي أو ريم الأخضر الإبراهيمي ولدت سنة 1969 في القاهرة بمصر، تحمل الجنسية الجزائرية والأردنية كونها زوجة الأمير علي بن الحسين ابن الملك حسين ملك الأردن وابنة الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائرية الأسبق والمبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا. تحصلت ريم علي ابنة الأخضر الإبراهيمي على عدة شهادات، منها ماجستير في الأدب الإنجليزي في جامعة باريس وشهادة العلوم السياسية في باريس أيضا سنة 1991، وماجستير حول الصحافة والتقارير الدولية من جامعة كولومبيا عام 1994، كما عملت في الكثير من الإذاعات والقنوات العالمية أبرزها البي بي سي وتلفزيون دبي والسي أن أن وإذاعة مونتي كارلو الدولية. تتقن ابنة الأخضر الإبراهيمي 4 لغات، اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية. تزوجت ريم علي من الأمير علي بن الحسين ابن ملك الأردن يوم 7 سبتمبر 2004 ليمنحها الملك عبد الله الثاني لقب أميرة.